السلام عليكم متابعي قناة حكاية التاريخ الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذا التحليل الجديد وهذا البحث التاريخي الجديد حول شخصية جديدة، وهذه المرة من مسلسل السلاجقة، مسلسل البرسلان، وهذه المرة مع شخصية إفدوكيا ماكريمبوليتيسا. هذه الشخصية الحالمة بالمراتب العالية في الدولة البيزنطية، وحقا استطاعت بلوغ أعلى المراتب. سوف نتحدث عنها بالتفصيل، قصتها، زواجها وزواجها الثاني أيضا، أبناؤها، وبل أيضا سوف نتحدث عن نهايتها إلى ما آلت إليه. فتفضلوا بالبقاء معنا ولنبدأ. من تكون إفدوكيا التي ظهرت في مسلسل البرسلان، وهل لها مثيل تاريخيا؟ من الأمور التي شدت انتباهنا منذ بدء عرض حلقات مسلسل البرسلان ظهور شخصية بيزنطية حالمة أن تبلغ المراتب العالية في الإمبراطورية البيزنطية، إنها الأميرة إفدوكيا. فما هي قصتها التاريخية وكيف كانت نهايتها؟ اسمها الكامل إفدوكيا ماكريمبوليتيسا، وهي الزوجة الثانية للإمبراطور البيزنطي قسطنطين دوكاس العاشر، وقد ترملت من بعد وفاته واستطاعت أن تحكم البلاد من بعده. ولدت سنة 1021 للميلاد، وهي ابنة أخ أحد بطاركة القسطنطينية في ذلك الوقت. فما هي قصتها الكاملة؟ حينما كان زوجها الإمبراطور قسطنطين دوكاس العاشر على فراش الموت في يوم 22 من مايو من سنة 67 ألف للميلاد، أقسمت إفدوكيا له على أنها لن تتزوج من بعده أبدا، بل وأعطته تعهدا مكتوبا بذلك، لكنها لم تكن تدرك أنه سيأتي يوم تعود فيه عن قسمها ووعدها لزوجها قسطنطين الدوكاس العاشر، ذلك أن مشروعهم الذي بدأه في البداية والمتعلق بصد سلاجقة الشرق وإبعادهم من حدود الإمبراطورية احتدم كثيرا واشتدت وطأته. فوجدت إفدوكيا نفسها ضعيفة غير قادرة على مسايرة كل تطوراته، فما كان منها سوى أن تنهزم أمام وعدها وتزوجت المحارب العسكري رومانوس ديوجينيس، والذي تحدثنا عنه سابقا على قناة حكاية التاريخ. وهذا المحارب رومانوس ديوجينيس حقق حينها نجاحات عسكرية كثيرة، وكان ذلك في الواحد من أكتوبر سنة 68 ألف للميلاد. توفي الإمبراطور قسطنطين العاشر دوكاس مخلفا وراءه 7 أبناء مع زوجته إفدوكيا. توفي بعضهم في سن مبكرة، وللإشارة فقسطنطين العاشر دوكاس استلم الحكم بعد إسحاق كومنينوس، والذي قلنا عنه سابقا أنه صديق كيكافمينوس، والذي بلغ الحكم بثورة عسكرية. للمزيد ندعوكم لمشاهدة حلقة كيكافمينوس على قناة حكاية التاريخ. قبل وفاة قسطنطين العاشر، فقد عين أبناؤه 3 ميخائيل وأندرونيكوس وقسطنطين خلفاء على الحكم. كان ابنها البكر ميخائيل المستحق للعرش من بينهم، وتم إعلانه إمبراطورا ما بين سنة 1067 للميلاد إلى سنة 1068 للميلاد. ولكونه صغيرا في السن، فقد تولت والدته إفدوكيا الحكم وصية عليه، وتحكمت بذلك في كل شؤون البلاد. بعد التطورات والتقلبات العسكرية والسياسية التي شهدتها حدود الإمبراطورية، لم يكن أمام إفدوكيا سوى الزواج من شخص عسكري يستطيع قيادة أركان الجيوش البيزنطية لمواجهة السلاجقة. فلم يكن الأمر متعلقا سوى برومانوس ديوجينيس، والذي حصل على لقب رومانوس ديوجينيس الرابع مباشرة بعد زواجه من إفدوكيا الأرملة. أما ابنها ميخائيل السابع فقد خفض مقامه إلى إمبراطور يافع، وبقي على تلك الحال في ظل حكم والدته وزوجها رومانوس إلى يوم 24 من أكتوبر سنة 1071 للميلاد، حينما انهزم رومانوس الرابع في معركة ملاذ كيرد ضد السلاجقة، وتم أسره، وبعدها أفرج عنه البرسلان وأعاد إرساله نحو القسطنطينية. وحين بلوغه لها قام أنصار الإمبراطور السابق دوكاس العاشر باعتقاله، وسملت عيناه ومات بعد فترة وجيزة. يقول بعض المؤرخين أن رومانوس كان محبا لإفدوكيا، وأرسل لها خلال فترة أسره يطلب منها الهروب من القسطنطينية خوفا على حياتها من أي تمرد محتمل. أما ابنها ميخائيل السابع فقد تنازل عن العرش بعد ثورة نيقفور الثالث في 24 من مارس سنة 1078، وعاش ما تبقى من حياته بدير
إلى أن مات. وهذه أيها السادة لوحة فنية للراهب وهو يضع التاج لكل من رومانوس ديوجينيس وزوجته إفضوكيا في مراسم تتويجه إمبراطورا. اللوحة من مكتبة فرنسا الوطنية، وهذه بعض العمولات النقدية في فترة حكم رومانوس ديوجينيس. بعد ثورة نيكفور الثالث سنة 1078 للميلاد، استمر حكم هذا الأخير إلى حدود سنة 1081 للميلاد. عرض نيكفور الزواج على إفضوكيا لخبرتها السياسية الكبيرة، لكن بطارقة القسطنطينية رفضوا ذلك وتوفي سنة 1081 بعد إنزاله من على العرش على إثر انقلاب. اعتلى الإمبراطور الجديد أليكسيوس كومنينوس الأول سدة الحكم، وكان صديقا لزوج إفضوكيا السابق دوكاس العاشر، وهو ابن أخ إسحاق كومنينوس الأول والذي تحدثنا عنه وقلنا بأنه نجح بثورة عسكرية ببلوغ سدة الحكم وكان صديقا لكيكافمينوس. فعين أليكسيوس ابنها كوستانتين أي ابن إفضوكيا ويسمى بكوستانتين وهو الابن البكر الأكبر، فعينه قسيما على العرش لكونه أي لكون أليكسيوس كومنينوس الإمبراطور في هذا الوقت لم يكن لديه أبناء وقتها. وفق العديد من المحللين لهذه الفترة التاريخية فقد كانت إفضوكيا نبيلة وجميلة وكاتبة ومن المفكرات العظيمات في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. بعد هذه الحياة العامرة بالأحداث توفيت إفضوكيا سنة 1096 للميلاد. إلى هنا تنتهي قصة الأميرة إفضوكيا، قصة حالمة بلغت مراتب عالية في الإمبراطورية البيزنطية. في الحلقات القادمة سوف نحدثكم عن شخصيات جديدة من كل المسلسلات التاريخية التركية التي تعرض في هذا الموسم، مسلسل عثمان، مسلسل السلاجقة، مسلسل بربروس، وكذلك مسلسل الملحمة ديستان. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والنقر على زر الجرس للتوصل بكل جديد نصدر، هو ودعكم وإلى اللقاء. We'll be right back.